الأعمال الموجودة في المعرض ده هي تقريباً خلاصة تعاملي مع الجسم الإنساني ومع الوجه الإنساني. في الوجه كحكاية والحضور الإنساني الكامل. في الحكايات الجديدة اللي أنا بشتغل عليها في محاولة لاكتشاف علاقة الوجوه. منبع الوجوه ده هو شيء أفريقي. إحنا في مصر بننسى إن إحنا في أفريقيا. لأن إحنا النيل بيربطنا بأفريقيا والصحراء بتربطنا بأفريقيا وإحنا we are Africans يعني إحنا أفريقيين. ولكن نتيجة وجودنا العربي ووجودنا الإسلامي ووجودنا في البحر الأبيض المتوسط ووجودنا في الميدل إيست عندنا هويات مختلفة والهوية الأفريقية بتضعف جدا. فأنا مصر على إن مصر هي جزء من أفريقيا. علاقتي بارتسبيس علاقة طويلة، علاقة تعاون طويلة، ويعني القاعة هنا أنا حاسس إن أنا كأني في بيتي. هي علاقة ما بين صح يعني إنسانة بتدرك قيمة فنان معين وبتحاول تقف جنبه، وفنان بيدرك أهمية التعاون مع قاعة بعينها وبيخلص في العلاقة بالقاعة.